احترام السادة المستمعين. حزب التحالف من أجل تونس واحد من الأحزاب اللي كان يرى جزء من الحل يكمن في حل البرلمان. اليوم رسميا وعمليا تم حل البرلمان، لكن ماذا بعد سرحان الناصري؟ احنا قبل ما نقول ماذا بعد، علاش طلبنا حل البرلمان؟ على خاطر منذ أيام راشد الغنوشي دعا لعقد جلسة عامة افتراضية مع مجموعة من النواب لإسقاط التدابير متاع 25 جويلة، وحتى وصلوا إلى تفكير في عزل الرئيس و يعني تشكيل حكومة موازية. بالنسبة لنا هذايا، احنا نقول انه في تونس الشعب التونسي تأكد انه البرلمان ما عادش عنده وجود، سواء مجمد او اشغاله معناها متوقفة، لكن ما عادش موجود. الغرض من هذه الجلسة كان دعوة للقوى الدولية ولتدويل الأزمة اللي موجودة في تونس، ودعوة لبعض الدول ومعروفين معناتها خاصة الشرق البريطاني والأمريكي للتدخل السافر في سيادتنا الوطنية. هذه الغرض اللي حب يعمله، اللي حب يوصله راشد الغنوشي. وحاجة أخرى كان زادة من الأهداف هو أنه قيس سعيد يحل هذا البرلمان باش تولي الصورة عندهم هما في الجهات الأجنبية الداعمة للأخوان المسلمين أو للإسلام السياسي أنه اليوم نعيش في ديكتاتورية وتملك للسلطة. أحنا بالنسبة لنا الأهداف واضحة، هذا عمل يهدد الأمن القومي للبلاد ويهدد الأمن الاجتماعي، ويدعو في دعوة صريحة القوى الأجنبية للتدخل في شأن الوطني والسيادة الوطنية. دعونا إلى حل هذا البرلمان وتتبع كل المشاركين في أشغال هذه الجلسة وتطبيق القانون عليهم وتطبيق أشد العقوبات باش يكونوا عبرة، على خاطر نعتبرهم قاموا بجريمة سياسية بامتياز وجريمة تهديد الأمن القومي في البلاد. طيب اليوم كيفاش تشوفوا المرحلة القادمة سرحان الناصري؟ شو هو المطلوب؟ المرحلة القادمة هو مثل ما أصدرنا اليوم البيان، ندعو رئيس الجمهورية إلى الحفاظ على المسار اللي خليه والتواريخ اللي اتفقنا عليها تاع 25 جويلية و 17 ديسمبر. لأنه إذا مش يعمل انتخابات تشريعية في غضون 90 يوم، القانون الانتخابي والنظام الانتخابي وكل شيء ما هوش مش يتبدل، ومش نقاروا احنا في نفس المشهد السياسي السابق. لذا نواصلوا في التمشي اللي خذاه رئيس الجمهورية، وتتم الإصلاحات الجوهرية والكبرى في كل ما يتعلق بالانتخابات القادمة، ومراجعة تركيبة الهيئة العليا للانتخابات اللي نعتبرها مستقلة. هذه حاجة. الحاجة الثانية، ممكن أنه قرار حل البرلمان جاء متأخر شوية وانجرت عليه العديد من الأزمات. ممكن لو كان رئيس الجمهورية كان فتح الحوار مع القوى الوطنية ومع المنظمات الوطنية ومع الفاعلين السياسيين، ولهنا ديما نعود نرجع للفاعلين السياسيين، راهو باستثناء من قاموا بتدمير الدولة على 10 سنين وكانوا سبب مباشر في ما شفناه على مدى 10 سنين. يعني بالنسبة لكم في التحالف يعني من أجل تونس لا مكان للنهضة في أي حوار وطني مرتقب؟ لا مكان للنهضة أصلا، مش قعدت في النهضة. النهضة تحلت، فما عدة باتيندات تحلوا تابعين للنهضة، حتى كي يدن روحوا ما نعرفش شنو اللون معروف اللي هو تابع للنهضة، هو دعمته النهضة باش يحاول يستقطب عدد من التوانسة باش يعودوا بعدين يدخلوا في نفس التشكيل. لهنا يلزم القانون ياخذ مجراه. احنا بالنسبة لنا الحوار لا يجب ان يستثني ايضا المعارضين لرئيس الجمهورية واللي ما كانوش في المنظومة السابقة، لانه في ديما ندعيه لشكل ديمقراطي، ما تنجمش تسمع كان الرأي اللي ماشي معاه هواء سيادة رئيس الجمهورية فما اراء اخرى لوطنيين فاعلين في المشهد السياسي لكن عندهم رأي مخالف. هذو ما يجب يكونوا جدا موجودين في الحوار، واظن ان رئيس الجمهورية ماشي للحوار لانه حتى كان اعلن عليه في قداش من مناسبة واكد انه ثم حوار وطني في الفترة القادمة. نتمنى أن نكون في أقرب الأجل باش ما نزيدوش نخسر وقت، وباش نبدأ نخدمه على الإصلاحات الجوهرية اللي قاعدين نحضروا فيها. كيف رئيس الجمهورية التسريع في مصلحة البلاد، على خاطر كل توفير فما شكوك، فما تأويلات قاعدة تصير على المشهد سواء من الداخل وأخطر منها من الخارج،
على رئيس الجمهورية التعجيل بهذا الإجراء ومراجعة خطته الاتصالية ويفتح المجال الاتصال مع الإعلاميين، لأنه اليوم في غياب التواصل بين رئيس الجمهورية والمؤسسات الإعلامية الوطنية سواء كان عمومية أو خاصة يضع مجال للتأويلات ويضع مجال باش برشا أطراف تشوش على المسار اللي احنا ماشيين فيه. واضح. سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس، شكرا لك على هذا التدخل وعلى كل هذه الإفادات. طبعا هذا موقف من المواقف الحزبية في الساحة السياسية الحالية في علاقة بقرار حل البرلمان وما بعد حل البرلمان. الحقيقة وجهات النظر مختلفة ومتباينة، لكن فما كلمة مفتاح تتعاود تقريبا لدى الجميع: الحوار ثم الحوار ثم الحوار. الحوار الذي ينادي به الجميع، ولكنه إلى حد الآن ما زال ما انعقدش وما زال ما تمش حسن العيادي. علاش ما فماش حوار إلى حد الآن؟ ولسنا بحاجة لحوار أكثر من أي وقت مضى. شوف، هناك فرق ما بين تحليل الواقع أو أخذ موقف منه. الواقع اليوم في تونس واضح وصريح، نحن لسنا إزاء الذهاب إلى حوار وطني. خلينا نكون واضحين مع بعضنا، نفضوها الأمر هذا بشكل كلي وإطلاق. الرئيس لم يتغير طوال سنتين. لم ولا لن زاد ولن يتغير زمخشرية. ولن يتغير مش زمخشرية قطعية. عرفتها باش ما نمشيوش البعيد، داخلين على باب رمضان. خلينا، ولن يتغير لسبب بسيط. الرئيس ينطلق من تصور طهوري، فكرة مثالية في رأسه بشي طبق على الشعب يحكم وسينزل هذا الحكم. المقولة هذه تلقاها في كل الخيارات اللي يقوم بها الرئيس. 25 جويلية تنزيل الإرادة الشعبية، المرسوم عدد واحد، أمر الرئاسة عدد 117. تقرأ مليح المطلع متاعه، حيث أن الإرادة الشعب سابقة لنص الدستور. يوضح الرئيس يعتبر نفسه اليوم هو حامي وحامل الإرادة الشعبية. مؤسسات الدولة، خلينا نقولها المؤسسات الأمنية والعسكرية منضوية وتنضبط للهرمية السياسية والتنظيمية الموجودة، فهو يحكم. مع من سيتحاور؟ هذا هو سؤال. مع شكون تحبوا يتحاور؟ هو رافض كل الأحزاب بما فيها حتى الأحزاب. روزنامة الرئيس وتمشي الرئيس هذا إلى أي حد ينجم يصمد بالمقاربة هذه؟ شوف، الرئيس صمد 8 شهور في عدم حل البرلمان، ولكن في نهاية الأمر قام بحل البرلمان. حسين العيدي، حركة النهضة تسوق على أن حق انتصار. شفت لهنا من خلال هذا المعطى. عبير موسي نفس الشيء، أنصار الرئيس نفس الشيء. كل حد بيش يسوق المسألة على كيف وكيف ما يشتهى. الزكراوي قال كلمة واضحة: نحن في وضع تدابير الاستثنائي، وفي الاستثناء النص القانوني الأصلي يلغى. هذه قراءة دستورية. علاش نقول لك المسألة كيفاش تدخلوها في قراءة دستورية؟ راهو الزوز موجودين. فما اللي تقول كونه عرفت إلغاء البرلمان أو حل البرلمان يستوجب انتخابات تشريعية في أجل أقصى 3 أشهر، وفما اللي يقول لك بحكم التدابير الاستثنائية اللي نحن فيها وبحكم التفاصيل هذه الكل الرئيس ينجم ياخذ وقت. هل إن الرزنامة ستتحقق أم لا؟ شوف يا محمد، وإن شاء الله اللي يسمع فيه يستوعبه. الرئيس من 25 جويلية اصمد بمنطقة أنصاره، تمسك وتخندق بمنطقة خصومه إلى هذه اللحظة. 8 أشهر استوعب فيها كل شيء. وقت كان السياق السياسي والإقليمي والدولي غير مواتي له، اليوم السياقات مواتية له. ونحب نذكر البعض ممن ما يستوعبش، اليوم عندك معطى هي مصر. النظام في مصر كي قام بانقلابه، أو كما يسموه المصريين ثورة ثورة والتصحيح اللي تحب عليه، قام بانقلاب وفرض أمره كنفس أمر واقع. فما اليوم شكون يحكي على السيسي كونه نظام غير شرعي؟ هذا مثل سؤال مثل الناس كل تتعامل معه، الناس الكل ستتعامل مع قيس سعيد اللي اعتبارات عد بريمو. البلاد هذه المستثمرين الأوروبيين حشهم به. اثنين، لا وجود لقوى سياسية قادرة على أنها تكون بديل. ثلاثة، الرجل يقدم في ضمانات. شوف، تحب تحكي على قيس والسيادة، أرجع لاتفاقية عرفت المهاجرين غير النظاميين. عمرها تونس، عمرها تونس ما قبل تترجع واحد مع قيس سعيد. برك الله رجعنا برش. طيب قاعد يقدم، يأمن في نفسه. فاليوم تحب تحاور مع شكون؟
مع النهضة عبير موسي دستوري مع الطيار مع شكون ما يتحاور مع حد، لا الطيار الشعبي لا مع سرحان وحزبه لا مع المغزاوي وحركة الشعب لا مع حتى حد، الناس الكل اللي تقول قيس سعيد محلاك اللي برد 25 وبرد 22 سبتمبر واليوم لن يتحاور معها لأن الرجل يتحاور مع نفسه. واضح. ومعنا في المباشر الوزير السابق من عام حزب تونس إلى الأمام الأستاذ عبيد البريكي، ناخذ موقف الحزب ورأيه في كل هذه النقاط. عبيد مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم كل مستمعات ومستمعي دولة فات. حركة تونس إلى الأمام كانت واحدة من القوى السياسية اللي دعت لحل البرلمان والرئيس استجاب وإن كان هذا بشكل متأخر حسب رأي البعض. الرئيس يقول القرار هذا نابع من الدستور، نابع من الفصل 72، وفي نفس الوقت الدستور ينص على أنه من الضروري إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في فترة زمنية لا تتجاوز 90 يوم. عبيد الأمريكي، هل أنه فعلا اليوم هذا هو المطلوب من الرئيس قيس سعيد أم أنه عندكم قراءة أخرى ورأي آخر؟ هو باهي كي ذكرت محمد بالموقف القديم، احنا موقفنا من زمان وكنا حكينا فيه برشا مرات، موقف الحركة هو الدعوة لحل البرلمان من زمان، ومش موقف الحركة برك، تقريبا موقف حتى عدد كبير من النواب ومن عموم الشعب. لا تهيك الحل ارتأه وقتها رئيس الدولة في علاقة بمحاولة الاستمرار داخل الدستور في التجميد، والتجميد هو حل في النهاية لأنه التجميد لما يرتبط بديسمبر 22 سمعناتها ديسمبر 22 انتخابات جديدة هو حل، البرلمان محلول وصلاحياته الكل ما فناش. والسؤال اللي يطرحوا فيه برشا نسمع فيه وكان برمو اكتشاف كبير على اشتوع ومش منقبل بسيطة العملية، هو التدرج في التعامل مع مجلس النواب كان وفق القراءة للمخاطر اللي مثلها مجلس النواب كجزء من اللازمة السياسية اللي عاشتها البلاد. كيف يا عبيد مثالش مش نستوقفك في النقطة هذه، كيف لرئيس جمهورية وهو أستاذ قانون دستوري في الأصل قبل 48 ساعة يقول الدستور لا يسمح لي بحل البرلمان لهذا جمدته ما حليتوش واليوم يحلوا؟ الرئيس وضع نفسه في موضع تناقض غريب وعجيب حسب رأي البعض في إذا حللنا المسألة. قلت لك أنا راهو بقدر ما تحتد المخاطر وتدرك أقصاها الموقف ينجم يتكيف في ضوء طبيعة الخطورة. إيش معنى الكلام هذا؟ معناتها مادام مراكش البرلمان في ظرف معين والناس قابلة ولا الطالبة الحوار ما كانش فما موجب لوضع حد وإيقاف النزيف متاع الاحتجاجات متاع عدد معين من عظام النواب وأساسا حركة النهضة اللي بقات هي الكتلة اللي تحرك في كل شيء والأخرين ما هم